طيب، لفت للنظر هو إيفاد المرشد الإيراني لمجموعة من المسؤولين إلى بلوشستان في محاولة منه لتهدئة الأوضاع هناك، ونتج عن تلك الاجتماعات التي عقدها بعض من هؤلاء المسؤولين وعدد من النخب في هذه المحافظة خروج 38 من المحتجين، فماذا تعلق على هذا الأمر؟ طبعا هذه يعني نوع من الأوبر المخدرة. النظام الإيراني المرشد خامنئي يحاول أن يعني يهدئ فيها الشعب البلوشي. الشعب البلوشي مطالبه أكثر بكثير من ما يتوقعه هذا النظام. الشعب البلوشي أكثر من 9 قرون وهو يناضل من أجل حق تقرير المصير والاستغلال والتخلص من الاحتلال الإيراني، ولا يفرغ له نظاما ملكيا كان أو نظاما صفويا يتلبس باسم أهل البيت أو الإسلام. الشعب البلوشي اللي استشهد أبنائه بالجمعتين الثلاثة جمعات الماضية، لم تكن هذه الدماء هي الأولى اللي سالت على أرض بلوشستان، بل هذه الدماء تسيل منذ عشرات السنين بأسماء وبحجج مختلفة وبطرق ووسائل مختلفة. المجاعة، الفقر، التأخر، منع أهل السنة في بلوشستان وهم يعني غالبية سكان إقليم بلوشستان من أهل السنة، من طقوسهم ومن الحج ومن التواصل مع العالم الإسلامي، وأن لا تكون لهم جريدة ولا تكون لهم مكتبة ولا تكون لهم إذاعة خاصة بهم. كل هذه الأمور لا تحل بالتأكيد بمجيء وفد من علي خامنئي الإرهابي الذي أراد أن يهدئ الأمور في بلوتستان، وهذا لم يحصل أبدا. الشعوب غير الفارسية، الشعب البلوشي والشعوب الأخرى لا تصدق وعود النظام، إلا أن كبيرهم مؤسس هذا النظام الخميني عندما جاء بال79 وعد هذه الشعوب بكافة حقوقها الوطنية والإنسانية والقومية والثقافية والدينية، ولكن نكث بالعهود كافة ورد عليهم بالقتل والإعدامات وإعلان الجهاد على الأحواز وكردستان وبلوشستان، وقتل الأذربيجانيين في أذربيجان الجنوبية.